First, let me convey my deep thanks to President Tebboune. أود أن أعبر عن شكري العميق للرئيس تبون على استضافة اليوم لمناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر. نحن نقدر تعاوننا الوثيق مع الجزائر في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية. لقد جددت رغبتنا في أن نتمكن قريبا من إنشاء رحلة جوية مباشرة بين الجزائر ونيويورك، مما سيرتقي بجوانب علاقاتنا إلى مستويات جديدة. As it evidenced by President Tebboune's engagement with President Biden. كما ناقشنا تزايد تعاوننا متعدد الأطراف في المحافل الدولية لإيجاد حلول للقضايا العالمية، وهو ما أكده لقاء الرئيس تبون مع الرئيس بايدن خلال قمة مجموعة السبعة في إيطاليا الأسبوع الماضي. لقد شكرت الرئيس تبون على دعم الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت على عملنا المشترك للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إن الولايات المتحدة والجزائر ترغبان في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتأمين دولة آمنة ومزدهرة للشعب الفلسطيني، كما كان لي الشرف في مشاركة العمل الدؤوب لسفارة الولايات المتحدة هنا في الجزائر لربط الجزائريين والأمريكيين، بما في ذلك مبادرتنا لحماية التراث الثقافي الجزائري ودعم دمج اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي الجزائري وتعزيز الإنتاج الزراعي في الجزائر. تحدثنا أيضا عن الزيارة المثمرة لوكالة ناسا إلى الجزائر ووفد من المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري الذي رافقته مؤخرا إلى نيويورك. هذه التبادلات تعزز عملنا المشترك وروابطنا بين الشعوب. وأخيرا أتمنى للرئيس تبون ولجميع الشعب الجزائري عيد استقلال مجيد. إن تقارب اليوم الوطني الأمريكي والجزائري في الرابع والخامس من جويلية يعكس تقارب علاقتنا وتاريخنا، وأتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون بين دولتين العظمتين. شكرا لكم.